السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى والاسيا من نبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام والبيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع النكاح من كتاب من سنن الدارمي وباب العدل بين النساء. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن حاضرين المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتاب النكاح: باب في العدل بين النساء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان حمكم الله، قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم، هذا حديث بين أن القسم واجب على الرجل، والخلاف بين العلماء هل القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا خلاف بين العلماء. صحيح أن القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، حتى عائشة قالت: ما أرى الله إلا يسارع في هواك. فالغرض المقصود، أما على المسلمين فالقسم واجب للثيب، يعني سبع ثلاثة أيام ثم يدور، وللبك سبعة أيام ثم يدور، يدور بالعدل، قسمة العدل. وأنه لا يجوز له أن يميل لأحدهما على الأخرى حتى لو كان المسألة فيها عاطفة، يعني لو أحب واحدة ولم يحب الأخرى، الميل القلبي لا يلزم منه عدم القسم. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به، كان يقول: اللهم أن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل قلبي لعائشة هذا أنا لا أملكه. فالمسألة في ميل القلوب عند الله جل في علاه. ولذلك قال: جاء يوم القيامة وشقه مائل، وأن الله يعاقبه في هذا، فيأتي للحشر وجنبه مائل جزاء مفاخا أجلا طبقا، والجزاء من جنس العمل. والعدل بين الزوجات واجب فيما يغتر عليه الرجل من النفق والمبيت وحسن المقابلة، أما ما لا يقدر عليه مما يتعلق القلب بالمحبة والميل القلبي، حتى أصلا في مسائل الجماع ليس في عدل، ممكن ما يستطيع أن يجمع امرأة وجمع الأخرى، هذا ليس في عدل أيضا، يعني لا يقال بأنه من العدل أنه إذا جمع هذه يجمع هذه، لا، هذا أيضا ليس، لأنه ليس في المقدور، هذه نفسيات. لكن إذا طلبت هنا واجب عليه إيش؟ واجب عليه أن يفي. وفي الحديث فوائد كثيرة جدا، منها أن القسم واجب على المسلمين، وأحرم عليه أن يميل لواحدة دون أخرى. قال الله تعالى وصف نصفا دقيقا في شدة الحرمة، إيش هو بقى إبراهيم؟ أحسنت، فتذروها إيش؟ كالمعلق. فهذا ظلم. نعم، وأن الجزاء يكون من جنس العمل، أنه يأتي يوم القيامة بشق مائل. وفيها أيضا إثبات حالات الوافدين على الله يوم القيامة، فمنهم من يكون فيه غدرة فيؤتى به ويعقد له لواء يوم القيامة وقال هذه غدرة فلان، ومنهم من الله تعالى يحشرهم على وجوههم صم وبكم وعمي، ومنهم من يحشرهم كالذر الذين يشمخون بأنفسهم يتكبرون. تعظيم حقوق العباد، اللهم أدع عنا حقوق عبادك يا رب العالمين، اللهم أدع عنا حقوق عبادك يا رب العالمين، ومنا نستغفرك ونتوب إليك، ومنا نستغفرك ونتوب إليك. الأصل في حقوق العباد الشح، المشاححة، والتقصي. والأصل في حقوق الله جل في علاء المسامحة، مهما كان في حق الله جل في علاء فهو إلى العفو والمغفرة. وأما العبد الأصل فيه المشاححة، لكن شوف الله تعالى أيضا بين له ميزانا حتى يفوز، عندما قال أبو بكر: والله لا أنفق على مستح، ماذا قال؟ ولا أتالي أولو الفضل منكم والسعة، ثم قال إيش؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد النفق. أيضا قال الله تعالى في آية أيضا في ذلك أصرح من ذلك، إيش هي؟ ناكلين هذا بقى اللي بعدها، الشاهد جاي بعدها: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هنا وجه التحضيد هنا إيش؟ ها؟
أحسنت. قال فأجره إيه؟ على الله. فيها وجهان، ما الوجهان؟ إبهام الإبهام العطاء على عظيم الأجر، أن الله سبحانه رغب في العفو حتى يكون الأجر. فهمت السؤال أنت من الله؟ أحسنت. أول شيء كما قال أحمد، أجره على الله، أضاف أجره إلى الله تعظيما، تعظيما وتشريف. والثاني ما هو؟ مبهم. والإبهام معناه لا حد له ولا تصور عند الله جل وعلا. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. عفونا عفونا ونسأل الله الإصلاح. العفو مقيد بالإصلاح طبعا، إذا لم يصلح هذا لا نعفو. وطبعا هو أصلا يعني بعض العلماء يقولون لا تعفو عن من تعلم أنه إيش، أنه يعني يزيد إساءة. وهذه من الذي يعلمها؟ العالم بالأمر. فإن كان الأمر عن الإبهام فالأولى بك إيش. وبعدين فمن عفى وأصلح ليست مضافة، ظاهرها لمن؟ للذي عفى. طب كيف إصلاحه؟ أن يكون العفو جميلا. والأمر الثاني أن يعلم أن المحل محل العفو. استحباب الاقتصار على زوجة واحدة، هذا إذا خاف ألا، وهذا جاء التصريح به في الكتاب، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت. قال رحمه الله: باب في القسمة بين النساء. قال حدث أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. هل هذا الحديث فيه شيء من الكلام؟ وإن كان حسنه بعض العلماء، وأعتقد حسنه الألباني لو تراجعون كليب يشوف. يا علي رضي الله عنك، حسنه قوله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، استدل به من قال أن القسم كان واجبا عليه، وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه، واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن. نعم عنه بالإرسال الشيخ الألباني، حسنه. فين 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 ده فين فين فين؟ شوف السلسلة وشوف الإرواء. ابن الملقن قال صحيح؟ اه نعم صحيح، ابن الملقن وابن كثير والسيوطي وابن حبان والحاكم. اه انا عارف، جزاك الله خير. فهنا الآية التي تستدل بها. عليكم السلام ورحمة الله. قول إخوتي الكرام، يستدل من قال بأن القسم ليس بواجب قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وأقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك أي أقدر عليه، فلا تلمني ولا تأخذني فيما تملك ولا أملك. وهو ميل القلب وزيادة المحبة. دخل عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الظاهر أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه، ومنه عدد الوطاءات والقبلات تسوية فيها. هذا أيضا جمهور أما أنه أيضا لا قسم فيه، والجماع أيضا ليس ملزما فيه العدل، ممكن يبيت عند واحدة لا يجمعها ويبيت عند الأخرى فيجمعها، ليس ملزما. أخرج البيهقي من طريق علي بن طلحة عن عباس في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قال هذا من باب العام المخصوص، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في إيش؟ محبة القلب. نعم، بل قال بعضهم في المحبة والجماعة، لأن الجماعة يتبع المحبة. نعم، يعني إذا كان يحبها تراه يشتاق إليها، إن ضعفت المحبة ما يشتاق. قال الترمذي في معنى الحديث يعني به الحب والمودة، لأن ذلك مما لا يملك الرجل ولا هو في قدرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت. أوجوب بالشهوة أيضا الجماع ليس ملزما فيه التقسيم. وقال ابن المنذر: دلت الآية على التسوية بينهن. قال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت. وقال ابن المنذر: دلت الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غير واجبة. وقد أخبر أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه، فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم حتى يحملكم ذلك على أن تجولوا في القسم. والدلالة على أن المحبة ليس فيها ما النظر فيها في القسم في هذا الباب، عائشة رضي الله عنها كانت في النوبة، كان الصحابة يعلمون أن عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم ينكر، فكانوا يتقصدون الهدايا في نوبة من؟ في نوبة عائشة رضي الله عنها. فلما تقصدوا النوايا في نوبة عائشة اشتدت الغيرة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن ما كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنهم كانوا يختصون نوبة عائشة بالهدايا والعطايا. لكن لما كان الأمر فيها استفادة في العطايا والهدايا يعني قل جاءت زينب قالت إن أزواجك يناشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة، كان الرد عجيبا. لذا أنه لو كان لهم الحق ما قال ذلك، لكن كان الرد عجيبا. تعرفون ماذا قال؟ قال أتحبين أباك؟ قالت نعم. قال لا تؤذيني فيها. قالت فما راجعت فيها بعد ذلك قط. ها؟ لفاطمة. لا، زينب هذه زوجته، والشدة كلها كانت من زينب، دخلت تكلمت فيها واشتدت عليها، فنظرت إلى عين النبي فوجدت النبي يبيح لها نيش. خلاص اختصي ترد. قالت فما وجدت ريقا في فمي. فالنبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بذلك وقال إيش؟ إنها ابنة أبيها، إنها ابنة أبوك. شوف الله الذي يدخل بين النساء إن لم يكن التوفيق من الله جل في علاه لا بد أحد الشيء. يعني سبحان الله. صح ما قلت شيخ، أنا من ساس النساء ساس الدنيا. ونعم هذا صحيح. الشيخ وقلبها. لا النساء هي النساء نساء لا تستطيع. الشيطان نفسه اصلا بيتفنن في اخذ الابتداع منها. يعني هي بتبدع ابداعات اذهلت الشيطان. يعني شوف انت القران ماذا قال؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وقالت ايه بقى؟ ان كيدهن عظيم. يعني شوف المساله ليست لهينه. فانا انك تروضها الله اكبر. شيخنا معرفه الاولى بالثانيه واجب؟ معرفه مين الاولى بالثانيه؟ ده مش واجب تعرف اصلا انك متزوج. ده في الزمن هذا مخبول من عرف امراه انه متزوج. والله بقى يحاول قدر الامكان انه يتفق بالرفق والقسم. ده حد ما تكلمونيش فيه، عشان لأنه لما يعرفها خلاص هيتسمم هيتسمم قلبا وروحا وبدنا. نعم. لو تعملوا محاكمة يعني تعملوا محاكمة يعني رايح فين جاي منين كنت فين؟ خلاص بقى يزوخ بأدب ورفق وله في الدوران دوران. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.